مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الإطلالة الاستثنائية. لا شك في ظروف استثنائية نظرا للواقع الفلسطيني المعاش سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، إلا أن دائما على الرغم من كل هذه الجراح يبقى هناك زاوية وبصيص من الأمل وبصيص من الاستمرارية ومواصلة الحياة. وبالتالي اليوم نشهد إعلان نتائج الثانوية العامة، ومع لقاءاتنا المستمرة التي عودناكم عليها طوال هذه السنوات، لكن على الرغم من أن هذه السنة الاستثنائية إلا أنه كان علينا لزاما وواجبا بأن نلتقي بكوكب طلابنا ممن حصلوا على مراكز أولى على مستوى الوطن والمحافظة، حتى نستفسر أيضا كيف استطاعوا أن يتجاوزوا كل الصعوبات والتحديات، خاصة إذا ما تحدثنا عن طول كرم وعن المدن التي كانت معرضة ولا تزال تتعرض إلى الكثير من الاقتحامات والعمليات الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وحتى نحاول أن نمرر أيضا رسائلنا إلى أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة، اللي بنتمنى إن شاء الله السنة الجاية بأن تكون عام خير وعام قادم بنجاحاتهم وبمباركاتهم بإذن الله تعالى. نلتقي وإياكم في هذه الأثناء مع الطالب المتفوق الحاصل على المركز الثاني على مستوى الوطن في الفرع الصناعي بمعدل 98.8. الطالب يزن أحمد رشيد دلبح من طول كرم، لنبارك له هذه الجهود وهذا التميز. ألف مبارك يزن، وإن شاء الله مزيدا من النجاح. إن شاء الله، الله يسعدك. يعني يزن ظرف استثنائي، السنة كانت بأكملها استثنائية، قبل ما نتحدث في المعدل وغيره، كيف كانت تجربتك طوال هذا العام خاصة مع تصاعد كل الأحداث اللي حصلت؟ كانت تجربة صعبة علي وعلى كل طلاب توجيه طبعا، خاصة طلاب توجيه قطاع غزة وكل الناس قطاع غزة، بس حتى ولو قدرنا ندرس قدرنا ما تجاوزناهاش، بس حاولنا ندرس مع الظروف هاي الصعبة والحمد لله. والحمد لله ربنا أكرمك اليوم بمعدل متفوق الثاني مكرر على مستوى الوطن ومن نصيب محافظة الكرم. احنا اليوم فخورين يزن فيك بصراحة. إذا ما تحدثنا عن ظروف تقديمكم للامتحانات، أيضا ما كانت سهلة، ما كان في استقرار، كان في اقتحامات، كيف كنت أنت تحاول تجحذ من همتك تواصل المسير؟ كيف كان دعم الأهل لك في هاي الظروف؟ الحمد لله الأهل كانوا دائما داعمين إلي من بداية التوجيه، حتى من قبل التوجيه والامتحانات كنا نروح عندها نحكي يا رب ما يصيرش ولا إشي، يا رب فيش اقتحام، ما فيش إشي، عشان نقدم بسهولة، نقدم بأريحية. حتى كان في كم امتحان إنجليزي تأخر، بس الحمد لله خلص قدمناه وطلعت نتيجته منيحة الحمد لله. الحمد لله. فرع صناعي، فرع يعني بحاجة لإجتهاد وبحاجة لتعب، يمكن كيف كانت ممكن أكثر المواد أو إيش المادة اللي أكثر شيء ممكن تتغلبت فيها أو حاولت إنك يعني تدعم بزيادة بخصوصها؟ مادة علم الصناعة، أنا صناعة تخصص هندسة صيانة أجهزة حاسوب، مادة علم الصناعة كانت جدا طويلة وجدا صعبة، أكثر ما تغلبت فيها. والحمد لله اليوم أنت الثاني على مستوى الوطن، معدلك 98.8 كان متوقع أو ضمن الحدود الموضوعة أو ضمن ممكن؟ أكثر من متوقع بقليل، أنا توقعت لحالي 98-98.5 ماكسيمو 98.5، بس الحمد لله ربنا كرمني أعطاني 98.8. الحمد لله. الدراسة الجامعية هل تم التفكير فيها أم لسه في قيد الحسم؟ لا فكرت فيها، إن شاء الله هندسة حاسوب، يا بالنجاح يا إذا صح لنا منحة برا، بس على الأغلب النجاح إن شاء الله. كل التوفيق أكيد بنتمنى لك يا يزن. وكنت بدي أستفسر عن دعم الأهل، كيف كانوا حواليك بهاي الفترة، خاصة أن الوضع ما كانش كتير تمام، وبالتالي كيف حاولت أنك فعلا تكون يعني اليوم أنت حققت حلمهم ممكن، واليوم فرحتهم، وبالتالي كيف كان دعمهم لإلك طوال هاي السنة؟ كانوا دائما دائما داعمين إلي، وكانوا يقولوا إيش ما جبت الحمد لله فخورين فيك. والحمد لله حققنا امالهم، ان شاء الله حققنا امالكم. ان شاء الله. ان شاء الله انت حققت امالهم، اكيد امال الكل اللي اليوم سعيد فيك. يزن كنت بتسأل ايضا يعني هذا النجاح وهذا التميز لمين بتهديه؟ طبعا طلاب اهل غزه وكل الناس اهل غزه، كل سكان قطاع غزه طبعا. بس نعم. يعني ألف مبارك مرة أخرى يزن، بالتأكيد إحنا اليوم فخورين فيك، وكمان ألفينا كلينك حبوا كمان اليوم قدموا لك قسيمة شرائية بقيمة 500 شيكل بهذه المناسبة، فتفضل إيش بتحب تحكي لهم لألفينا؟ شكراً لكم، الله يسعدكم. Thank you.
ألف مبارك، ألف مبارك يا زلمة. إحنا بالتأكيد بدنا نشوف مشاعر أيضا الوالد اللي أكيد اليوم كانوا فعليا طوال هذا العام وطوال الفترات الماضية على أعصابهم في ظل كل الأوضاع الصعبة. فخلينا نبارك لوالد يزن، يعني أبو يزن نحكي لك، ولا أبو يحيى، ألف مبارك. الله يبارك فيكم وشكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيكم. قديش اليوم أنت سعيد وفخور بيزن على الرغم من أنه الفرحة نوعا ما منقوصة بعيدا عن كل أجواء الفرح اللي إحنا اعتدناها كل سنة؟ أكيد إحنا فخورين فيه جدا، والحمد لله رب العالمين بداية ونهاية، يعني هذا فضل من ربنا قبل كل شيء. والفضل الثاني الاجتهاد، يعني هو أكيد قدم جهده وقدم بذل وكان يسهر وكان يدرس، الحمد لله رب العالمين. طبعا لا شك انه فرحتنا منقوصه اكيد بما يحصل على اهلنا في غزه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمهم ونشوفهم السنه الجايه ان شاء الله كلهم من اول الضفه كمان ان شاء الله تعالى يا رب. كنت متوقع ليزن؟ هو متوقع؟ انت كنت متوقعين له؟ ايه صحيح، لا كنت متوقع لكن الحمد لله رب العالمين. هو أكيد متوقع اقل؟ لا لا هيك تقريبا المعدل هذا يعني لا فهو أبدع يعني شكرا له صحيح الحمد لله. طبيعة يزن مجتهد ولا بيغلب ولا كيف كان؟ لا مجتهد ما بيغلب الله يرضى عليه، وإن شاء الله بنشوفه في الجامعة إشي مميز كمان ينفع هاي الأمة إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير عم أبي يحيى، يعني فيما يتعلق بالوضع الحالي اللي عم بنعيشه، كيف كنت ممكن أكثر الرسائل بتوجهها ليزن؟ لأنه أكيد هو بحاجة لدعم نفسي وأنتوا كمان بحاجة لدعم نفسي، وبالتالي شو أبرز الرسائل اللي كنت أنت بتوجهه من خلالها حتى إنه يواصل مسيرته ما يتأثر بالأحداث اللي لا شك إنه يجب أن يتأثر بطبيعة الحال؟ وأكيد الأحداث أثرت، يعني سواء في الدوام سواء حتى في الامتحانات، في امتحان تأجل، ولكن احنا عندنا رسالة تحدي في النهاية، احنا نعيش تحت احتلال وهذا الاحتلال يجب ان يقاوم. احد مجالات المقاومة هي الابداع والتميز في الدراسة، يعني ان شاء الله يكون مبدع ايضا في دراسته وفي جامعته وفي عمله وفي حياته بإذن الله عز وجل. ان شاء الله نبارك لكم مرة اخرى، وان شاء الله بتفو دائما متفوق ومتميز. الله يبارك فيكم وشكرا لكم. يعني كنا وإياكم بهذه الإطلالة على الطالب المتفوق والمتميز من طول كرم يزن أحمد رشيد دلبح، الحاصل على معدل 98.8 بالفرع الصناعي، أي المركز الثاني مكرر على مستوى الوطن. وهذه دائما بصراحة ثقتنا بطلابنا اللي على الرغم من كل الظروف الصعبة اللي ممكن يعيشوها، إلا إنهم دائما في هناك همة ودائما في هناك عزيمة، وإن شاء الله دائما بيكونوا رافعين رأسنا بالتميز وبشهادة العلم بإذن الله تعالى. موصلين وإياكم هذه التغطية لقاءاتنا المستمرة مع طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة، فكونوا بالمتابعة.